The returning key on the keyboard has been used to put space between the text, a new scoring system, and the paragraph beginning the rally point below it. Remove the paragraph mark and change the paragraph spacing below after the text A new scoring system to set 6 point instead. طيب عايزني ازيل الباراجراف دوت، بحدد الباراجراف وبعد كده بختار ديليت من لوحة المفاتيح، وبعد كده هعدل السبيسنج بيلو افتر، عايزني اعدل المسافة بعد الباراجراف، بلجأ لي الأداة في اسفل كلمة باراجراف، وبعد كده بختار من spacing وعايز افتر، بحدد الاختيار اللي قصاد افتر وبعدل لي الرقم اللي هو عايز يعدل، بعدها هضغط اوكي وبعد كده submit. طيب السؤال اللي بعده، change the spacing of the paragraph beginning this practice so that there is a 6pt space after. نفس فكرة السؤال اللي فات، عايز يعدل السبيسنج ليصبح 6 after الباراجراف this practice. احدد بداية الباراجراف وبعد كده نفس الأداة، ومن spacing بحدد هو طالب افتر، خلاص يبقى انا هعدل افتر الى الرقم اللي مطلوب وبعد كده بضغط اوكي. السؤال اللي بعده، set and apply a line left tab of 1.1 سنتيمتر to the paragraph beginning this practice. عايزني اعدل مسافة التاب تكون 1.1. مسافة التاب، أنا لما بضغط تاب من لوحة المفاتيح المؤشر بيتنقل مسافة معينة، أنا أقدر أعدل المسافة ديت، هخليها 1.1 سنتيمتر في بداية الباراجراف. أولا بحدد بداية الباراجراف، وبعد كده هنلجأ لنفس الأداة، في عندي زر في الأسفل مكتوب عليه tabs، هضغط عليه بيظهر لي مربع حواري في الأعلى، بحدد الرقم اللي مطلوب 1.1، وبحدد الأونلاين أو المحاذاة left أو center أو right أو decimal على حسب المطلوب مني، هنختار left. وبعد كده هنضغط set اوكي اوكي، وبعد كده نختار submit. هنا قال لي and apply، يبقى في الحالة دي بعد ما اخلص هضغط tab من لوحة المفاتيح. The heading summer months for hill walking was aligned using space bar. Remove the spacing and set and apply the left align tab of 1 cm of heading summer months. هنا عمل محاذاة للعنوان اللي اسمه summer months عن طريق استخدام المسطرة من لوحة المفاتيح، فانا هزيل المسافة ديت بان انا هضغط قبل حرف الاس، وبعد كده هضغط على زرار Backspace من لوحة المفاتيح.
بعد كده بنلجأ لنفس الأداة عشان نعدل من زر تابس بالمحاذاة وبالرقم اللي مطلوب زي ما عملنا في الأسئلة اللي قبل كده. اختار ليفت زي ما هو طالب وبعد كده بقول له ست وبعد كده اوكي. طبعا طالما قال لي ابلاي في السؤال يبقى في الحالة دي هضغط تاب بعد ما اخلص. ابلاي اتل بلو ستايل تو ذا وورد بلانينج، عايزني اطبق الستايل اللي اسمه اتل بلو لورد بلانينج. هحدد كلمة بلانينج وبعدها من جزء ستايلز اللي موجود في تاب هوم، هنضغط على السهم في الاخر، في عندي ابلاي ستايلز بضغط عليها بيظهر لي اسامي الستايلز الجاهزة. هو عايز اتل بلو، هدور على الستايل اللي هو طالبه وهضغط عليه. بعد كده بنضغط submit. apply the paragraph style subhead to the text equipment above the paragraph beginning there are many types. عايزني اعمل برضو نفس فكرة السؤال اللي فات، ان انا اعمل apply للستايل اللي اسمه subhead لكلمة equipment. يبقى انا في الحالة دي هحدد الكلمة الاول، بعد كده بتجه الى جزء ستايلز بختار منه ابلاي ستايلز، بعد كده بختار اسم الستايل المطلوب سب هيد. بعدها بنضغط سبميت. use the appropriate function to find the word area in this document. عايز يبحث عن كلمة area في المستند اللي قدامنا دوت. في الحالة دي بستخدم أداة find من تاب home أو replace، الاتنين هيدوا نفس النتيجة. هدفي إن أنا أوصل للمربع الحواري ده. find هنا find what، بكتب اسم الكلمة المطلوبة area وبعد كده بختار find next ثم نضغط submit. use the appropriate function to replace the word we with the word you in the document. عايزني ابدل كلمة we الى كلمة you طبعا في نفس التاب home، وبختار منه الاداة replace وبكتب كلمة we وبعدها كلمة you في الاسفل وبعد كده بختار replace. طبعا لو قال لي all document بختار replace all، لكن طالما قالش all مش هختار replace all. بعد كده بنختار submit. remove the paragraph that is beginning with there are many and put it below the table. عايزني انقل الباراجراف اللي بادئ بكلمة there are many واحطه اسفل الجدول. بحدد الباراجراف وبعد كده من نفس تاب هوم بختار أداة كت أو المقص وبضغط بالمؤشر أسفل الجدول وبعدها أقوم ضغط أداة بيست من نفس تاب هوم. cut the selected text from board agenda dot doc and paste it into document to which is already opened. عايزني اعمل عملية نقل او قص للنص اللي متحدد في بورد اجندة في مستند بورد اجندة ويتم وضعه في document 2 او يتم لصق في document 2. طبعا المستند متحدد عندي، في الحالة دي بلجأ لأداة cut من تاب هوم. عايز افتح الوثيقة التانية من خلال قائمة فيو، بعد كده بختار switch windows يفتح لي قائمة المستندات
بختار منها Document 2، وبعدها من تاب هوم بختار الأداة Paste، بعد كده بنضغط Submit. Copy the select image from board agenda، عايز يعمل عملية نسخ للإيمج اللي موجود في board agenda and paste it into document 2، وعايز يعمل لها لصق في الوثيقة أو المستند document 2. طبعا كوبي بلجأ لأداة كوبي اللي موجودة في تاب هوم أسفل cut، بضغط وبعد كده بتجه لتاب فيو سويتش ويندوز، بختار دوكيومنت، ومن تاب هوم بختار بيست، بعد كده سبميت. You wish to copy the format of the selected words REF committee، عايز ينقل التنسيق اللي موجود في الجملة دي and apply that format to the words، please note the following، يعني عايز ينقل الفورمات من الجملة اللي موجودة في الأول إلى الجملة الثانية. Click the toolbar button that would enable you to carry out this task، عايزني أضغط على الأداة اللي تساعدني في تنفيذ المهمة دي. موجودة في تاب هوم، وهي أداة الفرشة اللي بنستخدمها في نقل التنسيقات. مجرد الضغط عليها كده جاوبت السؤال. Create a new paragraph between the heading and the main body text in the document، عايزني أعمل باراجراف جديد بين الهيدنج والدوكيومنت. عشان أفتح باراجراف جديد أو سطر جديد باجي في نهاية الكلمة المطلوبة وبعد كده بضغط انتر من لوحة المفاتيح عشان يفتح سطر جديد او مكان لكتابة باراجراف جديد. بعد كده بنضغط سبميت. In the paragraph beginning the idea of using، In the paragraph beginning the idea of، Create a new paragraph. Add the sentence beginning with badminton become popular. عايز ينشئ باراجراف جديد عند بداية كلمة badminton. باجي عند بداية الكلمة الجديدة وبضغط انتر من لوحة المفاتيح عشان افتح سطر جديد. In the paragraph beginning this is one، delete the soft line break after the word account، في سطر مفتوح جديد بعد كلمة account في الباراجراف اللي بادئ ب this is one. هاجي بعد account وادوس delete من لوحة المفاتيح. بعد كده بنضغط submit. Remove the paragraph mark to make paragraph 1 and 2 into a single paragraph، يعني عايز يعمل عملية دمج للباراجراف الأول مع الباراجراف الثاني. في بداية الباراجراف الثاني بضغط وبعد كده بختار أو بضغط delete من لوحة المفاتيح. بعدها بنضغط submit. Merge the paragraph the idea of with the paragraph the really point، باجي في بداية الباراجراف الثاني وبضغط وبعد كده بعمل backspace من لوحة المفاتيح.
وبعد كده بنضغط Submit. Add a line break soft carriage return. Add the insertion. عن طريق ان انا بضغط Shift زائد Enter من لوحة المفاتيح. اضافة سطر جديد. وبعد كده بنضغط Submit. Insert a manual break page break. Add the insertion point. بضغط Ctrl زائد Enter من لوحة المفاتيح. Insert the trademark symbol. Add the insertion point. عايز يعمل عملية insert لي رمز trademark. طبعا هلجأ لي tab insert. وبعد كده بلجأ لي أداة symbol. بختار منها علامة trademark. بعد كده اعمل Submit. Insert the copyright symbol. Add the insertion point. نفس فكرة السؤال السابق. Tab Insert. بعد كده بضغط على Symbol. وبعدها بختار رمز Copyright. بعد كده بنضغط Submit. A giraffe file named giraffe is stored in your current picture folder. Insert this image into the document after this paragraph. عايزني أعمل Insert لي صورة giraffe. طبعا هروح على Tab Insert. طالما أن أنا عايز أعمل إدراج لصورة يبقى هختار Picture. بعد كده أختار صورة جراف وبعدها اضغط على insert. وبعد كده بنضغط على submit. Insert align center of picture badminton.jpg into the top of page 2 which is located in your current picture folder. عايزني برضو اعمل عملية insert واعمل لها محاذاة جهة center. طيب insert وهنختار picture. بعد كده هنختار اسم الصورة وهنضغط insert. وبعدها من tab home هنختار أداة center لأن هو طلب مني تعديل وضع الصورة أو محاذاة الصورة بحيث إنها تكون center. قال لي insert align center of picture. عايزني اعدل الالاين او المحاذاه الى السنتر. فباجي من اداه هوم وبختار اداه سنتر طالما ان البيكتشر معمول لها سيلكت. delete picture that is in the top right of page 2 of this document. بحدد الصوره وبعمل ديليت. بضغط ديليت من لوحه المفاتيح. بعد كده بضغط Submit. Edit the word city in the header to read as country. عايزني أغير كلمة city في الهيدر إلى country. طيب بضغط في جزء الهيدر Double click وبعد كده بغير كلمة city إلى كلمة المطلوبة. وبعدها نضغط على Close Header ثم Submit. Enter your name in the left hand side of the header. عايزني أكتب الاسم في الهيدر. بضغط في Insert على Tab Insert وبعد كده بختار Header وبختار حسب اللي مطلوب left hand side جهة اليسار. بختار edit header
وببدأ أكتب الاسم وبعد كده close header. ثم نضغط submit. Use the current data field. Insert current data field in the top left header of this document. عايزني أعمل insert لي تاريخ الحالي current data field. قائمة insert. وبعد كده بلجأ لهيدر، نختار edit header، بيكون فاتح جزء الديزاين. من جزء الديزاين بختار date and time، في tab design بختار منه date and time، وبعد كده بضغط OK. بعد كده بضغط close header ثم submit. add page number in the left bottom of all page in document. عايزني اضيف ترقيم تلقائي، نفس الموضوع، قائمة insert او tab insert. ممكن نختار header وممكن نختار page number مباشرة. ظاهر عندي اكتر من تنسيق للبيج نمبر، جهة اليسار، منتصف، جهة اليمين. طبعا انا بختار على حسب المطلوب مني في السؤال، بعدها بختار close header او بضغط على close header ثم submit. Insert table of 4 columns wide by 2 rows deep to the document. عايزني أدرك جدول مكون من 4 أعمدة وصفين. طبعا من قائمة insert بختار table، وأقدر أحدد من الجزء ده 4 في 2 أو من insert table الاتنين صح. بعد كده بضغط submit بعد عملية إدراج الجدول. select the entire table. هنا الجدول ظاهر قدامي فوق على الشمال في الجدول. الأداة لو ضغطت عليها بيتم تحديد الجدول بالكامل. select the cell that in the second row of the first column. عايزني اختار الخلية اللي موجودة في الصف الثاني in the first column في العمود الاول. هضغط جوه الخلية، بيظهر لي فوق tab، في tab design وفي tab layout. بمجرد الضغط داخل الجدول اختار layout، ومنها بختار أداة select. أنا عايز أحدد خلية يبقى أختار select cell. ثم نضغط submit. add two blank rows at the end of the table. عايز يعمل عملية إضافة لصفين في نهاية التيبل. هضغط على آخر خلية في التيبل، وبعدها عندي tab design وتاب لاي اوت. بختار تاب لاي اوت واتوجه الى insert below، واضغط عليها بيتم ادراج الصفين. دي
delete the row, the two rows at the end of the table. عايز يعمل حذف للصفين، بحدد الصفين اللي في أسفل الجدول برضو من layout، وبعد كده بتوجه إلى delete، أداة delete. أنا عايز أحذف صفوف، يبقى أختار delete row، delete rows. بعدها submit. complete the table with the following information، واللي كمل الجدول بالمعلومات اللي موجودة هنا. طبعا بكتب المعلومات بنفس الأرقام في أماكنها مظبوط، وبعد كده بضغط submit. set the line widths for all supports in the table to 1. عايز يغير عرض الخطوط للجدول بالكامل إلى 1 point. طبعا بحدد الجدول بالكامل، وبعد كده اتحرك إلى تاب ديزاين. في عندي أداة سمك الخط، بختار منها الرقم اللي قال لي عليه، وبرجع اختار من بوردر، هل هو عايز اور بوردر ولا اوتسايد بوردر ولا انسايد بوردر، على حسب اللي مطلوب مني في السؤال. Add shading of your choice to first two row. عايز يعمل إضافة للشادينج من اختيارك لفيرست تو رو، لأول صفين. بحددهم، وبعد كده من الديزاين عندي أداة شادينج بحددها، وبختار أي اختيار زي ما أنا عايز.